نبقى الآن مع جولة اقتصادية لأبرز أخبار المال والأعمال نستعرضها في التقرير التالي. طلبت شركة طيران الخليج من الشركات وموردي الخدمات تقديم عروضهم من أجل تعيين المدراء التنفيذيين للشركة، وذلك في الوقت الذي عينت فيه الشركة رئيسا تنفيذيا جديدا وبدأت تنفيذ خطة توسع في الأسطول والرحلات. وقد طرحت شركة طيران الخليج مناقصة لاستقطاب وكالات توظيف من أجل تعيين المسؤولين التنفيذيين، حيث سيكون المرشحون من جميع أقسام طيران الخليج ولمدة سنتين من تاريخ التعيين، وسيتاح للشركات تقديم عطاءاتها للعمل كوكالة توظيف المدراء التنفيذيين لطيران الخليج حتى 4 يوليو المقبل، في حين سيتم فتح العطاءات بعد غلق باب التقديم بيوم واحد. أصدر مجلس هيئة السوق المالية في السعودية قراره بالموافقة لشركة الإنماء للاستثمار على طرح وحدات صندوق الإنماء وريف الوقفي طرحا عاما، وتسعى الهيئة السعودية لدعم نمو صناعة إدارة الأصول وتعزيز الاستثمار المؤسسي في المملكة. ويعد هذا الصندوق باكورة الصناديق الوقفية التي تأتي لتتماشى مع برنامج تطوير القطاع المالي واستراتيجية هيئة السوق المالية 2020، حيث استهدفت هذه البرامج تحفيز الاستثمار والعمل على تطوير مكونات البيئة الاستثمارية والبنية التحتية في السوق المالية. ارتفع إجمالي رصيد الودائع لأجل 6 إلى 12 شهراً في الجهاز المصرفي الإماراتي لمستوى 190 مليار درهم تقريباً، وذلك خلال الشهور 4 الأولى من العام الجاري، بنمو نسبته نحو 15% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2017. وجاء ارتفاع وتيرة إقبال العملاء على هذه الشريحة من الودائع عقب الزيادة الكبيرة التي شهدتها أسعار الفائدة منذ نحو عام، الأمر الذي شجع على الاستثمار في الودائع البنكية، وذلك نظرا لعوائدها الجيدة والمضمونة مقارنة مع الأدوات الاستثمارية الأخرى. كشف وزير المالية المصري عمرو الجارحي عن تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضا أوليا للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات بنحو 1,900,000,000 مصري، مقابل عجز أولي قدره 47 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وأوضح الوزير المصري في تصريح له اليوم أن النتائج الفعلية للموازنة العامة المصرية للفترة بين يوليو 2017 ومايو 2018 تؤكد وجود تحسن كبير وملحوظ في الأداء المالي وفي المؤشرات المالية بشكل عام، وذلك في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل في البلاد وتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي. قال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية إن ثمة مؤشرات على تراجع الاقتصاد العالمي جراء الحرب التجارية التي بدأت وتيرتها بالتصاعد بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول عديدة أخرى في العالم. وقال المدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو لصحيفة هانز بلات الاقتصادية إن الاقتصاد العالمي قد يتأثر سلبا إذا تصاعد الصراع التجاري بين الولايات المتحدة ودول أخرى، وأضاف بأن هناك مؤشرات على حدوث هذا الأمر وبأن هناك تهديد بتراجع عالمي داعيا إلى الحوار لتجنب التصعيد وتأثر الاقتصاد العالمي. أخيرا أظهرت بيانات اقتصادية تراجع صادرة كوريا الجنوبية من الهواتف المحمولة خلال الشهور 4 الأولى من العام الجاري إلى أدنى مستوى لها منذ 15 عاما. ووفقا لبيانات وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية، فقد بلغت قيمة الصادرات 4,800,000,000 دولار بانخفاض نسبته 26% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وتسجل صادرات كوريا الجنوبية من الهواتف المحمولة تراجعاً مضطرداً منذ العام 2016 لصالح المنافس الشرس في الصين، خاصة مع طرح مزيد من الأجهزة وبأسعار تنافسية.